من أربيل معي ليليان محمد علي، عضوة مجلس محافظة نينوى وعنتر لعفر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة ليليان. بعد إعلان إذا محافظة نينوى محررة، كيف تقرؤون إذا ما استرجعتم ما حدث في هذه المعركة فيما يتعلق بسلاح داعش، بفشله في استخدامه أو في الوصول لنتائج كما كان يبتغي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحمد الله ونشكره على النصر التي حققته قواتنا الأمنية بكافة صنوفها والحشد الشعبي في معارك تل عفر التي راهن الكثيرون فيه على أمور كثيرة، ولكن بحمده وبسواعد هؤلاء الأبطال تم تحريره بفترة قياسية، وسقطت دولة الخرافة في آخر معقل من معاقل نينوى. حقيقة كانت هذه الجهود والتضافر التحالف الدولي وأيضا القوات الأمنية أدت إلى هذه النتائج المبهرة. ماذا بعد هذه النتائج؟ صحيح، والكل تحدث عن عامل الوقت، أيضا كان بسرعة كبيرة إنهاء معركة محافظة نينوى. ماذا بعد؟ كيف تعملون على ما بعد طرد داعش من هذه المحافظة؟ كحكومة محلية بالتأكيد هناك استعدادات كبيرة لإعادة الحياة والاستقرار إلى مدينة تل عفر، كون المدينة حقيقة البارحة كنت في زيارة وكانت هناك أحياء مدمرة بالكامل، وهناك أحياء أيضا مفخخة وبيوت مفخخة، فيحتاج إلى استنفار عام من قبل الوزارات من أجل إعادة الاستقرار والأمن، وأيضا الإعادة إلى جميع الدوائر والوزارات بالأخص الخدمية. نعم. تكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية وأيضا القوات الأمنية الموجودة في تل عفر من أجل إعادة الاستقرار وإعادة الخدمات، ولو الكهرباء والماء والخدمات الصحية. نعم. وجميع متى نتحدث المواطن؟ طبعا الأمور على الأقل الأساسية كما ذكرت حضرتك، مياه وكهرباء، متى تقريبيا نتحدث عن عودة الحياة إلى طبيعتها؟ مع فقط نتحدث عن أساسيات هنا سيدة ليليان. طبعا نعرف بأنه في مساعدات قدمت أيضا، كيف يمكن أن ماذا يمكن أن نعرف فيما يتعلق بتقسيم هكذا مساعدات مثلا بين المحافظات، خاصة عندما نتحدث عن ختام محافظات أخرى طرد داعش نهائيا من العراق، إن كان الأنبار أو غيره؟ يعني أختي العزيزة، المساعدات التي سوف تتقدم، يعني هناك حقيقة في نينوى هناك منظمات دولية، وهناك الحكومة المركزية قدمت المساعدات وأيضا بشكل ضئيل. نتمنى من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أيضا أن تتوافد إلى تل عفر، ولكن أنا أرى أن في الوقت الحاضر لابد من تكون هناك جهد هندسي كبير، لأن كما ذكرت لك أختي العزيزة أن هناك بيوت مفخخة وهناك سيارات وهناك أماكن لا يمكن أن تكون آمنة إن لم يتم تطهير هذه المناطق. فحبذا أن تكون هناك شركات ومنظمات تقوم بهذا الجهد بالتعاون مع القوات الأمنية. الآن هي أيضا تقوم، ولكن ليس بمستوى المدينة، كون مدينة تل عفر أكبر قضاء في العراق ومساحتها مساحة كبيرة جدا وشائكة. لابد أن تكون هناك عمل كبير كما أسلفت لأجل عودة الحياة والاستقرار إلى، وأنا أستبعد أن تعود المواطنين في الوقت الحاضر إلى المناطق تل عفر كونها يعني متضررة ويحتاج إلى جهد. أكبر من قضاء الرطبة قضاء تل عفر؟ نعم، أكبر قضاء في العراق أختي العزيزة. أنا أشكرك من أربيل سيدة ليليان محمد علي، عضوة مجلس محافظة نينوى وعن تل عفر. شكرا سيدة ليليان.